السلام عليكم مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذا الموعد الرياضي الجديد. والبداية بأخبار الخضر، أين يجهل عام التشريع الرياضي الجزائري مواجهة الخضر لمنتخب السيشل غدا برسم تصفية المؤهلة لكأس 2017، في حين أرجع البعض سبب عدم اهتمامهم بالمواجهة إلى تواضع مستوى المنتخب السيشل الذي يتشكل من لاعبين هواة. والله غير ما نيش مبرونشي معاه، يعني سامع بلي كاين ماتش سيشل بصح ما نيش مبرونشي واش كاين. نحسب بك راح تقول لي كاين ماتش معاه واسمو اون ايكيب اوروبيان بريباراسيون، اون بون ايكيب. لا سي ماتش بو مو سي ماتش تري فاسيل. والله ما على بالي، انا عارف بلي كاين ماتش، مي هاد ليكيب اللي يلعبوا معاه ولا ما على بالي. ليكيب ناسيونال صح نتبعها، مي ما سمعش. ما كنا جيعانين فهمت، مي دوك الحق النيفو تاعنا وين الحق باش دوك الشيش نديروا لها الهول هذا كاع شويه. شويه انا اليوم والله غير ليكيب اولمبيك والله غير هي نديها ندير بها بريباراسيون. كيشوف باغ اكزومبل غير كيما لا فينال تاع الشامبيونز ليغ، كاين اون ديفيرونس بين لي ماتش و لا كاليتي دو لونجو اي تو. سي بور سا ما ولاش زعما دون بلو اون فالور اسمو اون امبورتونس لي ماتش تاع ليكيب ناسيونال. أكد صخر الدفاع الخضر السابق مجيد بوغرة على أن ما يثار على توجهه إلى مهنة التدريب الموسم المقبل لا يعد أن يكون سوى إشاعات، مبرزا بأن هذا المشروع مؤجل إلى ما بعد 3 سنوات على الأقل من الآن. وهذا في ميكروفون محمد سعداوي. Là aujourd'hui, je suis encore joueur, je passe mes diplômes. Donc, faire les choses proprement, le mériter aussi. Et Inch'Allah, d'ici 2-3 ans, j'aurai fini de jouer au football, entre guillemets. Et puis, je pense que j'aurai fini de passer les diplômes. Et c'est à partir de là, je me concentrerai sur mon après-carrière qui sera, Inch'Allah, entraîneur. وعلى صعيد آخر، لم يتوانى قائد المنتخب الوطني سابقا مدحي الأحسن وعنتر يحيى في التأكيد على أن المنتخب الحالي قادر على إهداء الشعب الجزائري كأس أمم إفريقيا المقبلة بالغابون. Bah, l'objectif hein, maintenant pour l'équipe nationale, c'est de gagner la prochaine CAN. Je pense que d'abord se qualifier et puis de la gagner. Je pense que voilà, l'équipe elle a beaucoup de talent au jour d'aujourd'hui. Elle a les moyens de gagner la CAN. Là, tout le monde sera là. Il n'y aura pas de problème. Voilà, c'est des grands joueurs et voilà, on aura besoin de tout le monde pour arriver au bout. Bon, on va finir les éliminatoires, Inch'Allah. Et puis. C'est normal aujourd'hui que notre peuple il ait envie de gagner la CAN avec tous les grands joueurs qu'on a. Maintenant, il faut les laisser travailler tranquillement, Inch'Allah. Et puis, je pense qu'ils ont tous les moyens de nous faire plaisir, Inch'Allah. كشف الدولي الجزائري الأسبق عبد القادر غزال أن مباراة أم درمان ضد المنتخب المصري هي أجمل ذكرى مع الخضر، كما أكد أن تلقيه بطاقة حمراء أمام سلوفينيا يبقى الأسوأ، مضيفا أن الجزائريين غير غاضبين منه في الوقت الحالي وقد نفى تورطه في بيع ديربي ليتشي وباري، مضيفا أن شقيقه رشيد سيكون له شأن كبير بأنه تلقى تربية حسنة. وعلق غزال في حواره مع سوفوت أنه يقوم بنشر صوره في الفيسبوك دون عقدة ولا يبالي بذلك، بما في ذلك صور تقليده لبن لادن وصور الحفلات والملاهي.